فتيات في عمر الزهور ضحايا ذئب بشري، رجل مسن وقور معروف بالحي. هذا الرجل كان يترصد بطفلات حي الزهور ويغريهن بدراهم معدودة لإشباع نزواته. ما كيشوفني دي زمان المدرسة كيعيط ليا اللي كنكون غادي نشري عنده طابور. كنا صافي كنت خايفة بدو، البنات كلهم خايفين منه، كلشي كنخاف منه. والبنات بعضياتكم كنتو عارفين؟ البنات كلشي ديالو كلشي عارفينه. قلت لعمي باش غادي تعطيني هاد الفلوس هادي؟ قلت لعمي هي عندي صرف لي. جا قال لي باش نعطيك هاد الفلوس خوديها ودخلي الطوالت. قلت له علاش عمي ندخل الطوالت شنو ندير؟ جا قال لي دخلي والتقي اللباس ديالك. لم تكتشف هذه العائلة أمر هذا الذئب الجار الذي يبيع التبغ، لم تكتشف أمره إلا بعد سنتين من استغلال براءة ابنتها. تلقينا هذه الفاجعة لأن بصراحة تصدمت، يعني بعد ما سمعت الخبر من السيدة ديالي والسيدة الحاجة الجدة ديالها، والضحايا اللي متواجدين هنا على حسب العلم ديالنا حنا 13 اللي اكتشفنا، ولكن الناس ما كيقدوش يواجهوا هاد المسائل، لان نظرا ديك المسائل ديال المغاربه حشومه ما نقدوش، غادي نتشوهوا سميتو. انا ما نقدرش نصبر، وحنا غناخذوا كجمعيه غادي نتكلفوا بالملف الحقوقي ديال هاد الحاله هادي، كذلك بالملف الصحي، لان هاد الواقعه مفجعه وضروري انها تخلي اثار نفسيه على الطفله. ما زالت قصة مغتصب النساء الملقب بوحش فاس على لسان كل الفاسيين، لتظهر اليوم قصة جديدة لمغتصب جديد بقناع مغاير لقب بذئب فاس. بفاس أو بمدن أخرى أصبح مسلسل الاغتصاب بصفة عامة، وحلقة اغتصاب الأطفال بصفة خاصة ظاهرة مفزعة تدق ناقوس الخطر، فهل من مجيب؟